الدليل السابع التاسع على صلب المسيح، ان اليهود طلبوا حراسة قبر المسيح. اليهود ورؤساء الكهنة والفريسيين متأكدين أن الذي صلب هو المسيح، وتذكروا ما قاله أنه في اليوم الثالث يقوم، فطلبوا من بيلاطس أن يأمر بحراسة القبر الذي دفن فيه المسيح حتى اليوم الثالث. دعونا نقرأ ما جاء في الإنجيل بحسب المشير متى وأصحاح 27 من عدد 62. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم، فأمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب أنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما، أي حقل دم. طيب، يعني لو كان النهاردة الرؤساء مش خايفين أو مش عارفين المسيح ده هو اللي مات، إيه اللي يخليهم يروحوا يطلبوا من بيلاطس إن هم يجيبوا حراس ويختموا القبر اللي على الحجر اللي على باب القبر؟ بيختم بختم الدولة الرومانية. وهنا نيجي لحاجة مهمة جدا: القيامة، قيامة المسيح بعد ما مات، كانت أكبر دليل عن الذي صلب هو يسوع المسيح الذي ولد ليموت ووعد بالقيامة.